السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معي في قناة سكينة السورية. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا معي في صور لفيديو، غادي نحضروا تتبيلة رائعة جدا، الزيتون ديال الفطور الصباح أو في الكوتي. كل نعد كيكون عندنا الزيتون كحل أو العادي وكيبقى كناكلوه عادي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد التتبيلة كتجي خطيرة ومنسمة بالأعشاب ولا أروع. نتمنى ينال إعجابكم لفيديو ديال اليوم، تكونوا استفدتم هذه الفكره. شكرا لكم المتابعه، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم البنائين، ومرحبا بالمشتركين الجدد واللي اول مره كينضم لقناتي. ما عليه غير فعل الجرس فضلا وليس امرا باش توصل دائما بالجديد على قناه سكينه السوريه. ونبداو بركتي الله ونقولوا بسم الله. اول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا، عندي هنايا الزيتون جوج انواع. النوع الاول اللي كنرقدوه كيكون واجد كيف ما كتشاهدوا معايا، هذا مصيب على اليد ديال الدار، زيتون عادي ابيض. وعندي النوع الثاني زيتون الاسود، حتى هو هذا مصيب ديال اليد ديال الدار، مصيبه ليا حماتي الله يخليها ليا وصيفطاتو ليا. هذا زيتون الكحل ديال البلاد، وتا هذا زيتون البيض ديال البلاد. قلنا دائما كناكلو يعني عادي، هذا كنديرو في الطويجنات والمرقه، وهذا كناكلو يعني عادي. قلت علاش ما نديرولوش واحد تبيله بالاعشاب باش نكونو غنتناولو ونستافدو منه اكثر. اول حاجه نبدا بزيتون الكحل. زيتون الكحل غناخد واحد بلاستيك يكون نظيف طبيعه الحال ديال المطبخ اللي كنديرو فيه المواد الغذائيه ديال المطبخ. غادي نفرغ فيه هاد الزيتون ديالي الكحل باش غادي كيف ما كنقولوا بالدارجه الفصحى غنفرشخوه، يعني غادي نهرسوه. مع ان زيتون الكحل كيف ما كتعرفوا ملي كنبغي نوجدوه، ملي كيكون طري وكنبغي نوجدوه ما كنهرسوش، كيوجد يعني عادي. انا باش غادي نفرشخو نهرسو يعني كنديرو فواحد كيس بلاستيكي وكنضربو بالمدلك او باي حاجه عندي باش كنحاول بحال اللي غادي نشققو، بحال اللي غادي يتشقق ليا باش منين ندير له التتبيله تستافد منه اكثر، وكيجي المذاق ديالو رائع جدا. ما نجيش غير نشدو هكاك زيتون كحل ونتبلوه، ضروري ما نهرسوه واحد شويه بهذه الطريقه هذه او بطريقه اخرى لكم الاختيار. كيف ما كتشاهدوا معايا، بعد ما هرستو جيدا يعني شديت المدلك ودرت الزيتون في كيس بلاستيكي كيف ما شاهدتوا معايا، ولا كله بحال اللي مشقق يعني في مده وجيزه بسرعه. ناخذ التتبيله ديالنا كالتالي. عندي شويه ديال الزعتر، مهم الزعتر في الزيتون الكحل كيجي رائع. وعندي الكمون، وعندي هنايا فصوص من الثوم، وشويه ديال الفلفله حاره بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحار او الهريسه. هذه هي التتبيله اللي كنديرو، كنزيد له شويه ديال الفليو، داك فليو او المانتا يعني حسب العشوب او المنسمات اللي متوفرين عندكم واللي كتبغيوهم. كناخذ واحد الفوليكون اكبر من هذاك باش نخلط فيه هذا الزيتون، وكندير فيه اول حاجه الكمون. بالنسبه للزيتون تقريبا تكون عندي هنايا شي 2 كيلو ديال الزيتون، ثم التتبيله غتعتمدوا عليها حسب شحال عندكم ديال الزيتون، حسب شحال غديروا ديال التتبيله. انا درت هنايا تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال الزعتر اللي كندوزو في يدي ضروري نحكو باش يطلق النسمه ديالو وما كيبقاش هكاك الورق ديالو كبار ضروري، وشويه ديال الفليو، واحد جوج او ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم اللي كنحكم في حكاكه رقيقه. هاد التتبيله كتجي رائعه جدا، وكنستافدوا من هاد الزيتون الكحل وحتى الزيتون الاخر اكثر، كنوليو نتناولوه اكثر من العاده، يعني كيجي فيه واحد النسيمه رائعه وخطيره صدقوني. وكنزيد بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحار، غنقطع شويه ديال الحار هكا طري، ممكن نضيف فيه حتى الهريسه كيجي رائع جدا. انا غنكتفي غير شويه ديال الحار باش ما يجينيش حار بزاف، ممكن تناولوه في الفطور او في الكوتي، كنحطوه في الطبيسلات كيجي رائع جدا. هذه الهريسه غنخليها حتى الزيتون الاخر عاد نضيفها ليه. كنخلط الكل جيدا ونوضعه جانبا، ونمشيو ننتقلوا نتبلو الزيتون الاخر حتى هو بطريقه اخرى مبتكره رائعه جدا. مع اننا هذا الزيتون هذا انا درت غير كميه قليله، لان هذه التتبيله اللي غندير كتبقى لمده اسبوع في الثلاجه، لانها فيها الخضر كيف ما كتشوفوا، فيها نص فلفله حمراء، نص فلفله خضراء، نص فلفله صفراء. ممكن تكتفيوا غير بفلفل احمر واخضر او اللي موجود عندكم، مقطعين مكعبات ما يكونوش رقاق بزاف، يعني راه كيف ما كتشاهدوا معايا في الصوره غلط شويه. عندي جوج معالق صغار ديال الكمون، نص كاس ديال زيت العود اي زيت الزيتون، وشويه ديال الزعتر طبيعة الحال لان الزعتر منسم رائع جدا. كيف ما يمكن لكم ديروا الزعتر او الزعتره تكون طريه، اي حاجه متوفره عندكم من المنسمات. ثم ممكن ديروا الثوم بودره الا ما بغيتوش ديروا الثوم طريه، كنحط انا واحد فص او جوج ديال الفصوص يكونوا غير صغار ديال الثومه. ممكن ديروا الثومه بودره كيف ما قلت لكم باش ما كتكونش داك النكهه مجهده ديال الثومه. على العموم درت انا غير جوج فصوص صغار ديال الثومه اللي حكيت فقط، هذه هي التتبيله اللي درت. وكندير واحد شويه ديال الهريسه، ثمان معلقه صغيره
واحد طريف ديال الحار غادي نقطعو رقيق باش كنستافدو من هاد الزيتون اكثر من السابق، لان هاد الزيتون هذا اللي كنديرو مرقد كنستعملوه غير في الطويجنات وفي في في المريقه وداكشي. قلت علاش لا ما نديروش لواحد التبيله وكنستافدو منه اكثر، كيجي رائع جدا. لهذا درت هاد الكميه قليله، لان هاد التبيله ديال الزيتون الابيض كتبقى غير لمده اسبوع لان فيها الخضر، ميمكنش نديرو كميه كبيره بحال زيتون الكحل. درنا كميه كبيره كيبقى لينا اطول مده، ما كيوقع لي حتى شي حاجه، فيه غير الزعتر وفليو والثومه والكمون. وها هو الزيتون ديالنا واجد، يعني كنوجدوه في رمشه عين، ما كياخذش منا اكثر من ربع ساعه باش كنتبلو زيتو الكحل وكنتبلو كذلك الزيتو الابيض اللي كنشققوه وكنرقدوه في المنازل ديالنا او كنشريوه واجد. علاش لا ما نديروش ليها التتبيله، كتجي رائعه من اسهل ما يكون وكتجي لذيذه بزاف. مكونات بساط جدا ومتوفرين في كل بيت ان شاء الله. الزيتون هذا هو وقته، علاش لا ما نستغلوش هاد الفرصه ونديروا ليه هاد التتبيله اللي غادي نحطوه في الفطور او نحطوه في الكوتي او نحطوه في وجبه غداء او عشاء كمقبلات، كيجي رائع جدا. نتمنى تنال اعجابكم الفكره ديال اليوم. بغيت نشارك معكم الفكره ديال اليوم، كيفاش انا كنستخدم الزيتون ديالي سواء الاكحل ولا الابيض، حيت البيض كيبقى لينا غير الطويجنات. قلت علاش لا ما نوظفوش حتى هو، نحطوه في المائده بهاد التتبيله وبهاد الخضر ديال الفلفله حمراء وخضراء وصفراء كيتقطعوا مكعبات وكنضيفوهم ليها، كيجي رائع جدا. نتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعاليق ديالكم البنائين باش نزيد نعطي اكثر ما عندي. ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي يلاه انضموا لقناتي واللي اول مره كيشوف هاد لا فيديو، نتمنى دير لينا زر الاشتراك باش يتوصل دائما بالجديد على قناه سكينه السوريه فضلا وليس امرا. ونتمنى تنال اعجابكم الفكره اللي شاركت معكم اليوم، وهي التتبيله ديال الزيتون، جوج انواع، الزيتون الاسود والزيتون الابيض. تتبيله سهله وفي متناول الجميع، ولكن المذاق ديالها كيجي خطير في الزيتون الكحل مع داك الفليو مع الزعتر، كيجي رائع جدا. وكذلك ما نساوش هذا الزيتون اللي كنوظفوه في الطويجنات، حتى هو نستغلوه ونديروا ليه هذه التتبيله، كيجي ولا اروع. تمنينا اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، شكرا لكم للمتابعه، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق، والى اللقاء وفرصه مقبله ان شاء الله ندرج معكم وصفات جداد ان شاء الله. ونتمنى نكون في المستوى المطلوب، والى اللقاء وبالصحه والراحه.